بهذا فرد فقط، شوفوا واش عنده يا ايها البالة يا ايها الجبناء. ويخرج لي انا واحد في التيك توك وفي اليوتيوب والفيسبوك والقضيه الفلسطينيه والطعاف، ويحط لي الشيماخ هذاك ويدير لي كيما هاو الشيماخ نتاعي انا اللي نهزو، هاو الشيماخ نتاعي انا اللي نهزو، هذا هو الشيماخ نتاعي انا اللي نهزو، اللي نهزو انا من اجل هذه القضيه. نعم ليست بقضيه جهاديه وليست بقضيه ان تعفيتنا ولا تشوفوا فيها على اساس تعفيتنا، انما هي الدفاع عن الاصل نتاعنا والدفاع ولا استرجاع حقوق الضحايا اللي ماتوا، فهمت ولا لا؟ هذوك ثاني مش كانهم خاوتنا هذوك غلطوا وماتوا، نورمالمون الدوله الجزائريه هذوك بعد دير لهم شهريه وما تكفيش. هذوك الضحايا تاع 2001 وتاع 1980 وتاع 1963 دير لهم شهريه وما تكفيش، وكيكم ما تقنعوهمش باش نعطيكم مليح، لانه صعيب باش تقتل لي انا ولدي باش نعطيك مليح، صعيب باش تقتل لي ولدي. مانيش راح نوض هضرك ولا نقول انا لهذو ولا نوض نتاقمو، ماهمش تاع انتقام كيماك، لانهم لو كان جاو القبائل هذو جهاديين وجاو القبائل هذو نتاع دم وجاو القبائل هذو نتاع فساد، هم طلعوا للجبل بالسلاح، بصح هما ما طلعوش بالسلاح، كملوا النضال تاعهم بالفن، كملوا النضال تاعهم عباره عن مواقع التواصل الاجتماعي، كملوا بالنضال تاعهم بالهضره فقط، لعودش كملوها بانه طلعوا للجبل قاعدين يضربوا في النظام، لا مستحيل، ما دارواش القبائل هذه الحاجه، ما دارواش القبائل هذه الحاجه، لكن العرب لو كان مات واحد منهم ولا كاش حاجه على جل على جل على جل انتخابات، كما ما ربحوش في الانتخابات برك داروا برديل، فوتوا لنا عشريه سوداء منيكا، فوتوا لنا عشريه سوداء منيكا، واش ماتوا وشكون اللي ناض ضدهم؟ صح صح خرج لهم طايطاي سي لي كابيل، لي كابيل ناض الشعب، كي الشعب كي اللي معاك كلها ناض، ما استعرف لا بالدوله هذه لا والو، فهمتوا ولا لا؟ لا الشاويه صح نضنا ضربنا على اساس ضربنا كعسكر، فهمت؟ ضربنا كعسكر، ضربنا ضد الارهاب هذا، حتى حنا كنا عندنا خطوه مليحه ضد الارهاب هذا، ولكن المنطقه هذيك راه ما تقبلتهاش ابدا، منطقه القبائل راهي ما تقبلتش خلاص الارهاب هذا الاسلاموي الداعشي التفكير تاع تنظيم القاعده، لا لا، لانه لو كان نزل الفكر تاعنا نحن الامازيغ نحن لسنا بدواعش، نحن لسنا بدواعش، حربنا هي حرب فن، حربنا هي حرب راقيه، فهمت ولا لا؟ من 1963 على بالي صارت حرب دمويه ما بين ايت حمد وبو مدين والمهم الكليكه هذيك، لكن بعدها ما صارتش حرب دم وحرب سلاح، بالعكس صارت حرب وشيه هي عباره عن حرب تاع فن، فهمت عزيزي ولا لا؟